مشجعي المارد الأحمر في انتظار ركلة البداية. على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلقت أحداث هذا الدوري المصري. صبري رحيل، كرة عرضية داخل المنطقة بترتد، ودي أول تسديدة مصرية المرة دي من كريم نيدفيد صاحب هدف وحيد للنادي الأهلي في بطولة الدوري. نيدفيد 19 سنة، كريم واحد من العناصر الفيصلي بيستعد لبطولة كأس الكؤوس والدرع في بطولة الأردن. أدي كرة بالخطأ وتتعدل، وفرصة كبيرة جدا بتتهيأ لميدو جابر من خطأ دفاعي غير معتاد من أفراد الفيصلي الأردني. بتتهيأ لميدو جابر الكرة من عدي زهران، ولكن على طول بياخدها ميدو وبيحط تسديدة قوية جدا جدا ولكن أعلى من المرمى. يستخلصها مرة تانية، مساحات ضيقة بتوصل لعمرو جمال، عدها حلوة دي التسديدة، ولكن فين؟ لسه الكلام ولسه التسديدات ولسه الناشنكا ما ظبطهاش كريم نيدفيد رغم محاولة الدخول والربط إلى عمق الملعب مع عمرو جمال، ولكن تسديدات كريم نيدفيد بتمر بعيد تماما عن الحارس معتز ياسين. كرات هات وخد، عداها حلو كريم وعايز يعدي، وعدى بشكل جيد ووصل لمكان خطير، وادي العرضيه، عرضيه خطيره ويخطئها المره دي معتز ياسين، ولكن التغطيه الدفاعيه من ابراهيم مجهود فردي. كريم نيدفيد عدى وفات ولعب عرضيه حلوه ولكن اخطاها معتز. هنشوف صبري رحيل بيلعب كره مقوسه ولكن على طول معتز ياسين. صبري رحيل بيعمل تمريرة حلوة، ودي مرة تانية كورة بترتد الميدو جابر، هيعمل ايه؟ يرجعها ويفوتها سولية، وجونيور بيسدد ولكن على طول بيطلع ياسر الرواج ده ويلحقها عدية قبل ما تتحول وتبقى ركنية ويعمل ابعاد. بتنفسه ميدو جابر ولكن ضغط وسيطرة من النادي الاهلي. باسم عمل اقتحام ويعمل تمريرة، ودي جول 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 جول، ولكن رايه وصفاره الفراشه. باسم علي عمل اقتحام زي عنتر في الكره اللي فاتت، وعمل تمريره لكريم نيدفيد، ولكن رايه من المساعد الاول نواف شاهين، وصفاره من حكم اللقاء نواف شكر الله. تسلل على كريم نيدفيد يدوب ربما يكون متسللا بأجزاء بسيطة جدا وآدي ردة الفعل على حمير. عايز يعمل كنترول ولكن بياخدها مرة تانية، ودي تمريرة ثرو باس، ودي انطلاقة، ولكن معتز ياسين يا ولد، معتز ياسين توقع العرضية وعمل قراءة فنية للتمريرة العرضية اللي تقدم بيها كريم نيدفيد، ولكن أول المحاولات، ولكن بص شوف التمريرة حلوة من جونيور أجاييه، والعرضية المرة دي من كريم ياسين. أكرم زوي يسلم على طول، وتسديدة من يوسف الرواجدة عند محمد الشناوي. حتى الآن لم يعلن نبوشة قادم من الرفاع البحريني. أدي كرة مرة تانية لكريم نيدفيد، هيعمل إيه في مكان خطير؟ يطلع باسم وزم، ودي العرضية ولكن بترتد مرة تانية عند كريم نيدفيد، ودي تسديدة حلوة ولكن في الشبكة من الخارج، من القادم من وسط الملعب أكرم توفيق. بدأ المارد الأحمر يكشر عن أنيابه، وشايفين حضراتكم الارتداد الكبير جدا الدفاعي من لاعبي الفيصلي الأردني. النادي الأهلي بيبحث عن أول الأهداف، والفيصلي الأردني لجأ إلى أول المرة دي. أكرم زوي يدي السيطرة والاستحواذ عند عدي زهران، والتمريرة الأمامية محمد نجيب يحطها في مكان خطير، ودي جول 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 جول، هدف أول لمصلحة الزعيم عن طريق يوسف الرواجدة. استغل خطأ نجيب علشان يعلي الفرحة الأردنية
في الدقيقة 55 بعد تمريرة هدية من محمد نجيب والذهول والسيطرة تسيطر على لاعبي النادي الأهلي وآدي الفرحة العربية لأنصار الزعيم والنسر الأخضر. بص شوف الخطأ وآدي يوسف الرواشدة على طول يستغل الخطأ ويفتتح التسجيل ويضع أول أهداف اللقاء علشان الفيصلي الأردني. مشاهدينا الكرام يتقدم بهدف مقابل شيء، واحد لا شيء، والكورة جوال. ويوسف الرواشدة استغل الخطأ من محمد نجيب علشان يعلي الفرحة والسعادة. هنشوف تتلعب على طول الكرة العالية ودراسية المرة دي، ولسه الحوارات على طول. يعمل إبعاد نجيب مرة تانية يوسف ومفيش راية، ودي تسديدة، ولكن الشناوي كان فين؟ كان فين هواك يا حبيبي؟ من بدري بدأ الفيصلي بعد ما تقدم بهدف بدأ يشارك وبدأ، وأول إطلالة لوليد أزارو اللاعب المغربي القادم من الدفاع الجديدي، ودي جونيور بيسدد ولكن فين؟ بجوار القائم الأيسر. خرج ميدو جابر في أول التبديلات والتعديلات. الأمامية على طول إبعاد من أكرم توفيق، أدي تمريرة أمامية حلوة عند وليد أزارو، سريع وليد وفي مكان خطير، وأدي العرضية، أدي العرضية ولكن متأخر عمرو. وأدي كرة القدم اللي بتجمع الأشقاء والكل يبحث عن ليلى. مشاهدينا الكرام في البطولة العربية أدي وليد أزارو والهجمات المرتدة، ولكن كرة هل فيها راية ولا صفارة؟ ولكن ما فيهاش. أكرم زوي يدخل لقلب الملعب، ولكن عرضية على طول بيطير ويعمل إبعاد محمد الشناوي القائد للنادي الأهلي في هذا اللقاء، واتنين في كاس مصر. وآدي الكرة، كرة أكرم زوي اللي طار وتألق فيها محمد الشناوي رغم المحاولات القليلة جدا. احمد حمودي بيلعب كره داخل المنطقه، وادي لمسه، وادي الفرصه وممكن، ولكن معتز ياسين فرصه كبيره جدا جدا، فرصه كبيره، لمستين راسيتين، ولكن لمسه راسيه ضعيفه من عمرو السوليه يلحقها معتز ياسين. بص شوف الحكايه، وادي لمسه عمرو السوليه كانت عايزه قوه، ولكن يدوب لمسة راسية على طول بيتألق فيها الحارس معتز ياسين. سيطرة ولا هي بالاستحواذ، ولكن بالكرة لما تتجاوز وتعانق الشباك. ادي كرة الباسم والتسديدة، ولكن فين؟ لسه لم تبتسم حتى الآن المستديرة. وادي عمرو بركات، هل يبقى الورقة الثالثة؟ محاولات وضغط من كل المشاركات علشان كده عنده نفس. ادي كرة مرة تانية وانطلاقة لباسم، العرضية رايحة على القائم الثاني، ولكن عرضيات سهلة، عرضيات تدريبية للحارس معتز ياسين. ادي المحاولات، بيكتشف النادي الاهلي ثغرات، ولكن النهاردة العرضيات شايفين ارتفاع سهل لحارس المرمى ان هو يطلع يمسك الكرة بثبات. مفيش الثقة في الترويض واتخاذ القرار والتسديد على الحارس معتز ياسين. كرة وتسديد من بهاء عبد الرحمن المميز صاحب الخبرات العميقة جدا جدا والقائد للفيصلي. بهاء سليمان او بهاء عبد الرحمن اللي بدأ في حي الأمير حسن ثم انتقل للفيصلي ثم الأهلي السعودي ثم التعاون السعودي ثم ذات الرأس ثم نجران ثم أخيرا يعود إلى الزعيم. من فين الكرات المتقنة؟ فين الإصرار؟ أدي هجمة مرتدة خطيرة، ثلاثة تقريبا على اثنين، ورامي ربيعة هيقفل على دومينيك، هيعمل إيه؟ عدى دومينيك وبيحطها ولكن قفل عليه الشناوي. قلت لحضراتكم كل لاعبي